البداية تحية حقوقية للإخوة الأقلام ديال الإعلام اللي ساهمت بواحد الشكل كبير في المواكبة ديال عملية تحرير الملك العام اللي كتعرفها مدينة زايد. غير بالنسبة لنا احنا في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان لابد أن نوضح، لأن كثير ما كيتقال على هاد الحملة وكيقولوا لنا بأن حملة جاية من الفوق. هنا بالنسبة لنا غنديروا واحد التوضيح، الحملة ما جاية لا من الفوق فجاية لا من التحت. الحملة كتعني المجلس البلدي دار قرار ديال المجلس البلدي بشأن تحرير الملك العمومي، حالوا على السلطة المحلية. السلطة المحلية كأداة ولا كقوة عمومية هي اللي كتنفذ الآن القرار ديال المجلس البلدي باش نرفعوا أي لبس. بمعنى آخر كنحملوا المسؤولية للمجلس البلدي ومن خلاله اللجنة ديال الشرطة الإدارية اللي هي اللي خرجت وهي اللي عبرت وهي اللي قررت باش تحيد القياضن وباش تحيد لا 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 كل ما يتم في المدينة ديال زايد. إذن بالنسبة لنا كذلك في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان لاحظنا بأن مدينة زايد تعرضت واحد نوع ديال النكبة. هذا دليل واضح على حجم الفساد اللي كان في المدينة ديال زايد. إذن إلا كانت كاملة هذه الأموال كتهدر، فين كان المجلس البلدي هذه 40 عام ما فعلش القانون وما أفوت واحد الفرصة كبيرة على المالية ديال المجلس؟ لأن من المفروض استغلال الملك العمومي خصو يكون مقنن وخصو يكون مؤدى عنه، أو الله غادي نعتبره فضاء استغلال عشوائي. هذا جانب. بالنسبة لنا كهيئة المغربية لحقوق الإنسان تبنينا هذا الملف، تبنينا هذا الملف لأن لاحظنا فيه مجموعة وكثير من الشطط وكثير من العسف. لاحظنا بأن فيه مصادرة سلع، فيه الاعتداء، فيه امتهان الكرامة، وجات هذه الحملة في واحد السياق ديال الجفاف، في واحد السياق ديال أزمة اجتماعية وقتها المدينة ديال زايو. احنا في الوقت اللي كنا كننتظروا السلطات المعنية باش تبادر إلى مبادرات تنعش الاقتصاد المحلي وتنعش التنمية المحلية، كنتفاجئوا بواحد العملية ديال النكبة اللي غادي تعمق الفقر واللي غادي تعمق البطالة. وكان اعتقدوا بان التسريح ديال العمال الان خاصه بالنسبه للمقاهي اللي كاين دابا غيكون بالنسبه لنا كارثه. الهيئه المغربيه لحقوق الانسان كتطرح بشكل اساسي وجوهري البدائل. ما هي البدائل التي قدمها المجلس البلدي مثلا للخضاره؟ حنا كهيئه مغربيه كنتوفروا على لائحه ديال الخضاره اللي كتبلغ العدد ديالهم ازيد من 62 خضار ما عندوش مكان. ما عندوش مكان يعني إلا طبقنا هذا القرار ومشينا فيه غادي نكونوا جهزنا على القوت اليومي ديالهم. المجلس البلدي كان وعد المهنيين الخضارة باش يقوم بواحد العملية ديال التوسعة ديال المركب التجاري، وهاد التوسعة هي اللي غادي توفرنا واحد الفضاء اللي غادي يستوعب جميع الخضارة. حاليا المجلس البلدي مازال كيتملص، ما كمل شاي مع الخضارة في واحد المحضر اللي التزم به وحاضرة فيه السلطة المحلية. هذا سؤال، كيفاش بغى المجلس البلدي هذا الخضار ينضبط القرار وهو ما لقاش الفضاء ديالو؟ هذا جانب أول. بالنسبة لذاك المركب الكارثة، حنا كنطالبوا واحد اللجنة ديال التحقيق في المآل وفي الأموال الطائلة اللي خداها هذاك، لأن المحل تنجز ولكن تسلمت الدكاكين وتسلمت الأماكن الكثير من الناس، منهم موظفين ومنهم متواجدين بالخارج. احنا بالنسبة لنا الخضارة كنتفقوا مسألة مبدئية ولا نقاش فيها ولا نسمح بها. ما يمكنش تستمر المعاناة ديال الساكنة ديال حي السوق أساسا مع الخضارة، ولا نسمح أبدا بعودة الخضار إلى الشارع من أجل مزيد من الإزعاج الساكنة والطمأنينة ديال الساكنة. احنا كنضموا صوتنا للسكينه ديال حي السوق، وكنعتبروا بانه اي عوده للشارع هي بمثابه واحد الناقوس ديال الخطر، واحد القنبله اللي غادي تنفجر في هذه المدينه زايو، لان الناس اكثر من 10 سنين وهي كتعاني. بالنسبه لنا في الهيئه المغربيه لحقوق الانسان
وتماشيا مع هاد الحمله ولا مع هاد النكبه اللي عرفتها مدينه زيو، فكرنا باش نرفعوا من المنسوب ديال الوعي، وباش نستدعيوا المجلس البلدي ونستدعيوا الاملاك المخزنيه في واحد الندوه غادي نقوموا بها في غضون هذا الاسبوع هذا. على الاقل غادي يكونوا معنا اختصاصيين ديال المجال باش يفسروا لنا كيفاش ان الاملاك العموميه هي رافعه اساسيه ديال كل تنميه، وهي شرط من شروط تحقيق المواطنه بالنسبه لنا. ومن جانب اخر، واش مدينه زيو كتحتاج فقط لتحرير الملك العمومي؟ اعتقد بانه مدينه زيو محتاجه اولا وقبل كل شيء، وهذا كنوجه الكلام للمسؤولين وخاصه السيد العامل السيد الوالي. فوقاش الاملاك المخزنيه غادي ترفع يدها على العقار، لانه مثلا الساكنه ديالو ولاد عمامو وما تعانيه لحدود الساعه، السبب ديالو هو انه وزاره التعليم ما لقاتش الوعاء ديال العقار فين غادي دير المدرسه. كاين مجموعه ديال المشاكل اللي كتعرقل التنميه، وما يمكنش تكون التنميه في مدينه زيو الا ما هزيناش الا ما هزتش الاملاك المخزنيه يدها على العقار. ثاني اخر، وهذا هذا سؤال كنوجهه للسيد العامل، فوقاش السيد العامل غادي يحرر لنا الدقيق المدعم؟ السكينه ديال مدينه زيو سكينه فقيره، ولكن سنين الدقيق المدعم ما كيدخلش لمدينه زيو، فين كيمشي؟ شكون هي هاد في العصابه اللي شاده فيه وكتبيع وتشري؟ الدقيق المدعم اللي كيدير 10,000 فرق 100 درهم راه الان كيتباع ب 150 درهم في مدينه زيو. السيد العامل خصو يشوف لنا شكون هادو اللي عاطينهم الرخص ديال التلاعب في الدقيق، وخصو يسحبهم من هاد الناس هادو اللي ولاو تجار كبار وكيبزنسو في هاد الدقيق المدعم. مدينه زيو خصها تحرير المجلس البلدي من واحد النوع ديال الزبونيه، من واحد النوع ديال العلاقات، من واحد النوع اللي كتسيء. بالنسبه لنا في الهيئه المغربيه لحقوق الانسان، كنعتبروا بان نجاح هذه الحمله ديال الملك العمومي ما يمكنش تكون ناجحه الا بعد ما نشركوا المهنيين ونشركوا الحرفيين ونشركوا المجتمع المدني باش نراهنوا على نجاحها وعلى نجاح الاهداف ديالها اللي كنراهنوا عليها. بالنسبه لنا في الهيئه المغربيه لحقوق الانسان، واعتقد لحد الساعه مازال كنتسناو الاطياف ديال المجتمع المدني باش ندفعوا في تشكيل واحد اللجنه ديال المواكبه. مازال لحدود الساعه الهيئه المغربيه لحقوق الانسان بوحدها اللي تبنات هذا الملف، وهذه فرصه باش نوجه واحد النداء لجميع الاطياف ديال المجتمع المدني الجاده والديمقراطيه والتواقه الى تاسيس وترسيخ نظم وسلوك ديال المواطنه باش تنضم لهذه اللجنه هذه في افق متابعه ومواكبه هذه العمليه، باش ما نسمحوش للسلطه المحليه ممارسه العسف مصادره السلع ديال الناس. كاين مجموعه ديال المحلات اللي حيدوا لهم الريدو خلاو فيه النهار كامل. وهنا كنقول واش المجلس البلدي شاف بانه ضروري غادي نحيدوا المظل ديال واحد الحانوت او لا ديال واحد المقهى او لا ديالها؟ راه ما كيعيقش السير والجولان، راه الناس كتمشى في الارض. ثانيا، القرار الجبائي اللي كاين هنا في مدينه زيو واللي كيتراوح ما بين 150 درهم 15 درهم حتى 50 درهم، انا كنشوف بان المستوى ديال العيش والمستوى ديال الدخل هاد المقاهي الا بغات تحقق واحد النوع ديال الربح اللي يسد على الاقل النفقات ديال العمال وديال المصاريف، خاص المجلس البلدي يعاود النظر في القانون الجبائي وفي المبالغ اللي مفروضه على هاد الدكاكين. على اي، حنا بالنسبه لنا من اليوم ديال السبت دخلنا على الخط وتبنينا الملف، درنا مجموعه ديال اللقاءات، كان اللقاء ديال يوم الاحد في المقر ديال الهيئه المغربيه لحقوق الانسان مع فئه ارباب ديال المقاهي، وحنا اعتبرنا بان ما يقع بالنسبه للمقاهي اللي غاديه على الطريق ديال الناظور بركان واحد الجريمه وقعت فيهم، لانه مجموعه ديال المستثمرين جاو وداروا مقاهي في المستوى اللائق، حتى ملي كيجي عندنا شي ضيف كنديهم لهاد المقاهي، ولكن للاسف المجلس البلدي، لان كنقول المجلس البلدي هو الرئيس ديال الشرطه الاداريه، هو اللي عنده تقدير. واش ذاك التقدير اللي دفعوه باش يهدم لهاد الناس هادو كان صائب؟ كان خصو يجتهد على الاقل باش يجنب هاد الخساره اللي الان شفنا باللي مجموعه ديال العمال غادي يتسرحوا بمجموعه ديال المقاهي غادي تغلق. هاد النهار كان عندنا لقاء مع السيد الباشا بالمقر ديال الباشويه ديال وحضروه تمثيليه ديال الارباب ديال المقاهي، وصلنا لواحد الحل. كنحييو السلطه المحليه على واحد النوع ديال التجاوب اللي بداتو،
هو انه بالنسبه لهاد المقاهيل اللي ممتده على هاد الشارع ديال النضار بركان مهلناهم واحد الاسبوع في اطار حتى يتمكنوا باش يقدموا واحد الطلب للمجلس البلدي من اجل المراجعه باش لانهم مساعدين باش يخلصوا على ذاك الاستغلال المؤقت ديال هاد فين كيستغلوه، ولكن على اساس انه في هذا الاسبوع هذا كنطالبوا من رئيس المجلس البلدي باش يكون عنده واحد، لانه مثلا في العروي ما وقعش هذا الحجم هذا، هاد القياطن وهاد كل ما وقع في مدينه زايو بالنسبه لنا كهيئه المغربيه لحقوق الانسان حنا مقتنعين بانها ما جاتش من السماء. كيقول لك راه جات من الرباط، كيقول لك اودي راه هذا قانون جا. لا لا اسمحوا لي، هذا جا من المكتب ديال المجلس البلدي والقرارات ديالو، وكنعتبروا حنا بان القوة العمومية لا القائد ولا الباشا هم أدوات كنلتجئوا لهم خاصة المجلس البلدي باش ينفذ المقررات ديالو، ومن غادي يكون القائد كينفذ القرارات ديال المجلس البلدي غادي يكون في إطار قانوني بطبيعة الحال. حنا مجددا كنحيي وسائل الإعلام، كندعوهم إلى مواكبة هذا الملف باش ياخذ الحق ديالو والحيز ديالو، وكنجدد على تحرير الدقيق المدعم، تحرير العقار ديال الأملاك المخزنية، تحرير المجلس البلدي من واحد النوع ديال الزبونية. هنا غادي نقول لكم بصريح العبارة بأنه فساد ديال 40 سنة هذا الملك العمومي كانوا كيستغلوه باش يديروا به الانتخابات، انت سير استغل، ولكن الآن تفاجئنا حجم الفساد. هذاك الشيء اللي وقع كيبين لنا بانه هذه 40 عام ولا كيس والصندوق ديال البلديه محروم وكيتفوت عليه واحد الفرصه ديال هذه المبالغ. لهذا واش هاد الناس اللي نهبوا هاد القدر ولا المبالغ المهمه غادي يمشيو نقولوا لهم شكرا او نقولوا لهم عفى الله عما سلف؟ حنا في الهيئه المغربيه لحقوق الانسان كنطالبوا بتشكيل لجنه مركزيه على مستوى الماليه وعلى مستوى الوزاره ديال الداخليه باش دير واحد التحقيق في هذا النوع ديال النهب وواحد النوع ديال الهضر ديال المال العام من اجل مساءله الناس اللي كانوا مسؤولين واللي دفعوا واللي سبوا في هذا الهضر اللي فوت واحد الفرصه على الميزانيه ديال البلديه. وشكرا جزيلا.